الاكسبكتد جولز او الاهداف المتوقعه، مصطلح سمعتيه ولا مازال غتسمعوه مادام متبع كره؟ التعريف ديالو كيفاش كيتحسب وفاش كينفع؟ الاكس جي ببساطه هو مؤشر احصائي كيحسبوا به احتماليه طرجمه التسديده لهدف اعتمادا على مكان التسديده، المسافه والزاويه اللي سدد منها، باش سدد الراس او الرجل، نوعيه التمريره اللي جاتو، ونوعيه الهجمه، واش هجمه مرتده ولا هجمه منظمه الى اخره. مثلا هذا الهدف ديال عثمان اللي جا من بعد مراوغه تسديده من زاويه مغلقه، فالاكسبكتد جولز ديالها كانت هي 0.04 ولا كيف وراتها لينا الليغا مباشره 4%. واحد الملاحظه، الاكس جي راها كتبقى ثابته واخا يتبدل العام، يعني بحال هاد اللقطه اللي دازت تكون بحالها، مباراه في الدوزيام سيري في البطوله 0.04 كتبقى هي اي من 100 تسديده بحالها يلاه تسجلوا 4. ولاش كتنفع؟ فهي بحال كتقول لنا من يستحق الفوز على حساب جوده الفرص، وبطريقه ادق من اننا نشوفوا غير تسديدات على المرمى. زائد كتورينا قدره اللاعب على ترجمه الفرص للاهداف، مثلا مهاجم انهى الموسم ديالو ب 15 هدف والاكسبكتد جولز ديالو 9، فيعني ان اللاعب يسجل من وضعيات صعبه، واذا كانت في جوي 15 نيت فما كيعنيش ان اللاعب يسجل من وضعيات صعبه، اما اذا كانت واصله ل 20 وهو مسجل غير 15 فكتعني ان اللاعب بالعربيه زقال. تاياتي كازاواتس، شخبار على الزيزوري؟ هو من بعد ما رفض يلعب كوب دافريك وفضل انه يبقى مع البارسا باش يركز معاهم ويضمن الرسميه، والان حاليا راه اساسي معاهم وكيلعب كاع الماتشات ما كيزقل حتى دقيقه. جايت شالون رجع المستوى المطلوب مع الاسف. الاخ ريالي لا مزيان مزيان، انا بغيتهم فهمتي، وبقاو بحال هكا ورجعوا كاع ديال باش ملي خسروا فهمتي وتبغي تطلع عليهم ما يجيكش الشأن بالضمير. واخر انا صاحبي ما كتقدش، الناس ميته وانت كتضرب حداهم كمانجا. وعشيرين خاف عليك، عرفتي الفرق بين الريال والبارسا فاش كتكون وحده فيهم في المستوى والاخرى لا؟ الريال فاش كتكون في مستوى البارسا ناقصه كتربح بواحد جوج فهمتي، ما عرفتي انت لا تجادد ديك 3-1 هادي. اخويا البارسا الا كانت في المستوى ديالها وطاحت في الريال كانت ما هيش. المهم كمال راك عارفه هادي ديما كنلاحظها في كل كلاسيكو، كتلقى الريال كتبورد على البارسا كذا وفي الاخر كيسيوها بجوج زيرو. المهم دبروا راسكم بيناتكم اخويا، انا اللي خسر عيط ليا نجي نعزيه. تاهيت